السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. بغير كل شوية في الشكل، في السيت اب، في الألوان شوية علشان نستقر على حاجة تكونوا أنتم مبسوطين وأنتم بتتفرجوا عليها. النهاردة معانا فيديو لشركة هتعمل شوية مشاكل، شركة فيفو. ليه هتعمل مشاكل؟ لأن الناس لسه مش عارفة فيفو قوي في السوق المصري، وفي نفس الوقت الناس بتحكم بالأرقام. فهجيب لكم خلاصة الموضوع في الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنساش تنزل تدوس لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، تفعل زرار الجرس، ويلا بينا. النهاردة هنتكلم عن جهاز فيفو V19. وفئة فيفو هي فئة من الفئات المتوسطة، واللي طلعت بيها للسوق العالمي بقى لها فترة. جهاز V19 هما نزلوا قريب من فترة بجهاز V17 Pro، وبعد كده دلوقتي نازلين بالـ V19. خليني أقول لك على حاجة، إن شركة فيفو تعتبر الشركة الأعلى في مجموعة BBK. مجموعة BBK اللي هي بتمتلك فيفو، وان بلس، أوبو، والسب براندز بتاعتهم زي ريلمي، زي الاي كيو دبليو بتاعت فيفو. فهي شركة اوريدي عندها مجموعة براندات، وفيفو هي البراند الأعلى في الصين مثلا، هي البراند الأعلى ليهم. خليني أقول لكم حاجة في الأول، إن خامات التصنيع ما بتبقاش متعلقة بالمعالج فقط أو بالخامات الخارجية فقط. أنت عندك في البوردة شاسيه، وعندك في بوردة الجهاز برضو في مجموعة دوائر وأيسيهات وحاجات، كل ده الخامات بتاعته بتختلف. في حاجات بتبقى معلنة زي البروسيسور، زي نوعية الرامات، وفي حاجات ما بتعلنش او ما بتتقالش للناس وما بتكونش الناس عارفة عنها حاجة. اول حاجة معلم، لما تمسك الجهاز هتبص لها هي تصميم الجهاز. تصميم الجهاز لو بصيت هتلاقيه هو من البلاستيك او البولي كاربونات، وده ترند موجود في اجهزة كتير قوي قوي. لكن ايه اللي بيفرق جهاز لما تكون خاماته بولي كاربونات او بلاستيك عن جهاز تاني؟ الفرق بيكون ان في بعض الخامات البلاستيك بتكون حادة وشكلها ما فيهاش انسيابية كده، او شكلها مريح للعين، ما بتديش شكل زجاجي او ما بتديش شكل كويس يقدر يخليك تحس ان الجهاز حتى لو هو بلاستيك معمول من خامات كويسة. فيفو نجحت في ده كويس قوي في ظهر الجهاز، انها عملت خامات من البلاستيك تشبه قوي الازاز. ولكن جت عملت غلطة ضايقتني جدا، فريم الجهاز برضو من البلاستيك، ولكن لما تبص لفريم الجهاز في اول ثانية هتعرف انه من البلاستيك، ومن البلاستيك اللي مش حلو كمان. فلما هتبص للفريم هتنسى الشكل البريميوم اللي موجود في ظهر الجهاز، يعني ظهر الجهاز شكله بريميوم جدا، تبص للفريم تزعل، ترجع للشاشة تتبسط. فتصميم الجهاز هنا ما فيهوش اي مشكلة من الظهر ولا شكل الكاميرات اللي جاي بشكل مستطيل. الشكل ده نازل في أجهزة غالية جدا، ونازل في أجهزة ب16,000، ونازل في مجموعة أجهزة غالية، ونازل في أجهزة برضو معدية 18,000، تصميم جديد وشغال الترند ده يعني في 2020 ماشي والناس حباه. فإنك واخده في فئة متوسطة ده شيء كويس، ولكن المشكلة الرئيسية الفريم بالنسبة لي في تصميم خامات الجهاز من الظهر. بالنسبة لشاشة الجهاز، الشاشة بتيجي بنوع سوبر أموليد، والنوع ده من الشاشات على ما اعتقد ما بيختلفش عليه اتنين، لانه بيدي شغل كويس قوي في الاضاءات الضعيفة وفي الاضاءات القوية. فهنا شاشة الجهاز من نقط القوة جدا، الشاشة شغلها كويس قوي، ونوع الشاشة هنا كمان نوع اموليد، بس درجة الشاشة هتحترمها جدا لانها هتديك ساتوريشن او تشبع الوان عالي، يعني هتحس ان هي متظبطة معاك فل شغالة. شاشة جهاز غالي، فالشاشة هنا من الحاجات اللي هتحبها في الجهاز وهتحس ان هي مريحة عينك جدا. التصميم كمان بتاع الكاميرا الامامية جاية بتصميم الجوست اي، او عينين العفريت، او النوتش المزدوج، او سميها زي ما هتسميها، ولكن هو عبارة في الاخر عن فريم اسود جواه كاميرتين. الجهاز بيجي بست كاميرات، وده الترند اللي فيفو بتشتغل عليه في فئة الفي، وكان موجود في الفي 17 برو لما نزلوه كانت فيه 2 كاميرا بوب اب امامية و4 كاميرات خلفية. هنا برضو حطيت لك 4 كاميرات خلفية و2 كاميرا في الشاشة علشان صور السيلفي. فالشاشة هنا من النقط القوية جدا في الجهاز.
الشاشة حجمها 6.44 يعني 6.5 بوصة تقريبا، وهي حجمها 6.44 يعني ما كملتش 6.5، بس مش هتحس ان الجهاز حجمه صغير في ايدك، لا بالعكس حجمه لطيف والشاشة كويسة لان الحواف في الشاشة قليلة جدا، بالاضافة لان الشاشة بتيجي بكثافة بكسلات 409 بكسل في البوصة الواحدة. النقطة الاهم بقى ودي اللي تهمك وتخصك قوي، ان الجهاز هنا الشاشة بتاعته 800 نتس يعني 800 شمعة في البوصة الواحدة، وده اللي انا لسه بقوله، انت ممكن تستخدم شاشة اموليد بس تلاقي الشاشة مش مدياك اداء للعين كويس، مش مريحاك، مش حاسس ان فيها سطوع، فهنا ده اللي بيفرق بقى في الحاجات الصغيرة قوي اللي بتقدر تحطها وتديك نتيجة كويسة. 800 نتس ده شيء محترم جدا انك تاخده في جهاز فئة متوسطة، هو الجهاز مش رخيص ولكن يعتبر من اجهزة الفئة المتوسطة، ف 800 نتس ده رقم محترم جدا في اجهزة الفئة المتوسطة، بالاضافة لان الشاشة بتدعم HDR10، فهنا الشاشة هي اقوى نقطة في الجهاز مع الكاميرات، هما اقوى نقطتين في الجهاز. ده بالنسبة للتصميم. بالنسبة لنظام التشغيل في الجهاز، الجهاز بيجي باندرويد 10 المبني على واجهة فان تاتش 10 برضو. واجهة فان تاتش دي الخاصة بشركة فيفو، واجهة فيفو من زمان جدا اسمها فان تاتش، وواجهة سلسة جدا وأداءها كويس قوي، أقرب شوية لشكل الواجهة بتاعة أبل وأوبو برضو، فأداء الواجهة هنا محترم جدا جدا وهيبقى شغله سلس جدا معاك، واجهة سلسة، واجهة مش محشية قوي، ولكن بعيب على الواجهة دي حاجة ضايقتني جدا برضو. هنا لما بتشغل نايت مود في الجهاز هتلاقي ان الفيسبوك وكل البرامج بتشتغل باللون الاسود، ما عندكش اختيار انك تغير لونها، فلما بتخش على الفيسبوك باللون الاسود بتحس ان انت في فيسبوك تاني غير اللي انت شغال عليه، وبرامج كتير قوي هتحس انها مش هي اللي انت بتشتغل عليها طول عمرك، فالمفروض ممكن يديني اوبشن ان انا اخلي البرنامج اللي انا عاوزه بالشكل الابيض والبرنامج اللي انا عاوز اخليه اسود يبقى بشكل اسود، فطبعا دي نقطة انا ضايقتني وكانت كفيلة انها تخليني اغير كل النظام بتاع الجهاز ارجعه للون الابيض او الطريقة العادية، علشان انا ما تقبلتش الفيسبوك بالشكل الاسود خالص. هو هنا بيديك درجة تحكم في اللون الاسود، بيخليك تختار اذا كنت عاوز اسود قوي ولا اسود اقل شوية، ودرجة الاسود بيديك فرصة انك تتحكم فيها، ولكن كان لازم نديك فرصة انك تتحكم برضو في البرامج اللي انت عاوزها تشتغل بالاسود. نيجي بقى للنقطة اللي هتزعل الناس، المعالج. المعالج هو من شركة كوالكوم سناب دراجون 712 المبني على معمارية 10 نانومتر، والمعالج ده ثماني الانوية، عندك 2 منهم بتردد 2.3 و6 منهم بتردد 1.7، ومعالج الرسوميات هو ادرينو 616. برضو هرجع اقولك جرب الجهاز هتلاقي ان المعالج ال 712 هنا مديك اداء افضل من معالج اعلى منه في اجهزة تانية، ده بيبقى نتيجة السوفت وير، ده بيبقى نتيجة الخامات الداخلية المستخدمة، في اختلافات والله يا جماعة، الموضوع مش جاي كده بالارقام وبس، ولو انت من هواة الارقام ما تشتريش الجهاز ده، لان الرقم 712 معالج قديم، معالج سنة فاتت، معالج موجود في اجهزة ب 3000 جنيه، كل اللي هتقوله معمول حسابه وكل اللي هتقوله صح، ولكن النقطة اللي بكلمك فيها ان احيانا المعالج او رقم المعالج ما بيكونش هو كل حاجة. اداء الجهاز الالعاب ثابت جدا واداء كويس قوي، مفيش اي تسقيط فريمات، مفيش اي مشكلة، مفيش اي لاج خالص في اي لعبة مهما كانت تقيلة، واداء الجهاز طبعا في المالتي تاسك مش محتاج اقولك، طالما في الالعاب التقيلة كده الجهاز هيشتغل معاك باداء صاروخي في كل المالتي تاسك اللي انت بتعملها يوميا. الجهاز بيجي ب 8 جيجا رام مع 128 جيجا ذاكرة، ونوع الذاكرة هنا هو UFS 2.1، وده نوع الذاكرة الدارج في فئة ال 6000 جنيه تقريبا، هتلاقي نوع الذاكرة الدارج هو UFS 2.1. الحاجة التانية هنا بتقدر تضيف كارت ذاكرة خارجية، يعني انت ممكن تضيف 128 تانية فيبقى معاك الجهاز 256، وهنا دي الاعتمادية او نظام التشغيل اللي لما بيغير الموضوع، ده اللي انا بقوله لك، انت هنا لو ضفت 128 هتلاقي الموضوع معاك سلس جدا ومفهوش اي مشكلة وشغال معاك زي الفل، مش هتحس انك حط كارت ذاكرة اصلا، وكارت الذاكرة هنا بتقدر تدمجه مع الذاكرة بتاعت الجهاز، فهيبقى معاك جهاز 8 رام 256، ودي نقطة مش هتعرف تاخدها في اجهزة كتير، لان حتى لو خدتها في بعض الاجهزة
الاداء مش هيكون زي ما انت عاوز. نيجي للنقطة التانية بعد الشاشة اللي تعتبر اقوى نقطة في الجهاز، وهي نقطة الكاميرات. جهاز بيجي باربع كاميرات خلفية. الكاميرا الاولى هي 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، والكاميرا التانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، ودي خاصة بالالترا وايد. اما الكاميرا الثالثة فهي 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، ودي علشان تصوير الماكرو او علشان التصوير اللي بيكون بمسافة 4 سنتي مثلا عن جسم اللي انت بتصوره، تقدر تاخد بيه تفاصيل كويسة للحاجة اللي بتصورها. والكاميرا الاخيرة هي 2 ميجا بكسل وفتحة العدسة فيها 2.4، ودي خاصة بابعاد العزل علشان تاخد عزل هاردوير ويكون محدد، وده هتشوفه في الصور ان العزل في الصور كويس قوي ومحدد تفاصيل، ما بيعملش اي رتوش خارجية، فهو هنا مديك دقة عزل محترمة جدا في التصوير بالكاميرا الخلفية. وكمان الفيديو هنا الجهاز بيقدر يصور 4K 30 فريم في الثانية و 1080 او Full HD 60 فريم في الثانية. كاميرا السيلفي هنا الجهاز بيجي بكاميرتين سيلفي. الكاميرا الاولانية 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.1، والكاميرا التانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.3، ودي علشان برضو الالترا وايد في الكاميرا الامامية، وبيصور فول اتش دي 30 فريم في الثانية بالكاميرا الامامية. خليني اقول لك ان تجربة التصوير بتاعت الجهاز هتاخد بيها صور واقعية والوان حقيقية، مش الوان معدلة ولا معالجة ولا معمول لها معالجات اضافية زيادة عشان تاخد صور مش مظبوطة. هتاخد صور دقيقة جدا ومقاربة للواقع اللي انت بتصوره، وفي العزل هتاخد صور مدياك عزل صحيح وسليم ومظبوط، وفي الالترا وايد هتاخد زاوية واسعة مدياك تفاصيل كويسة. الكاميرا هنا من نقط القوة في الجهاز، وفيفو هي اصلا بتعتمد على فكرة الكاميرات في التسويق بتاعها. يمكن مجموعة بي بي كي بتعتمد عليها عموما، جزئية الكاميرات دي مهمة عندهم جدا، ولكن فيفو دقيقة جدا في جزئية الكاميرات، وهتاخد كاميرات افضل من اجهزة كتير حتى لو بنفس ارقام العدسات وبنفس ارقام الميجا بكسل بتاعة الكاميرا. الجهاز هنا محافظ برضو على مدخل الثلاثة ونص لازال موجود، وصوتيات الجهاز او صوت الجهاز في اللاود سبيكر او في سماع المزيكا صوت مجسم كويس، مش سراوند ولا صوت 3D. وبرضو دي نقطة انا بعيب على فيفو فيها، يعني هي زمان اول ما عملت اجهزة كان دايما عندهم الهاي ساوند ان لازم الصوت بيبقى مجسم جدا. هنا الصوت كويس وتجربة الصوتيات في الجهاز كويسة وهتتبسط منها قوي قوي، ولكن كان يفضل ان الصوت يبقى ستيريو او يشتغل على سماعتين، كانت هتبقى اشيك واحسن. بس هما هنا مدينك برضو تجربة الصوت كويسة، صوت مجسم وواضح ونقي، وبرضو في صوت المكالمات صوت كويس، ما عندكش مشكلة في دائرة الصوت بتاعت الجهاز خالص. الجهاز هنا بيدعم كل المستشعرات، جيروسكوب، ماجنتيك فيلد، بروكسيمتي، ولكن ما بيدعمش الاف ام راديو للناس المهتمة بالراديو. جهاز فيه واي فاي دي والباند وبلوتوث 5. اداء البلوتوث في الجهاز كويس، الواي فاي بيلقط على بعد قوي جدا، وشبكات الجهاز كويسة جدا، افضل جهاز ممكن تاخد منه تجربة شبكات، يعني مش هقولك الافضل خالص، ولكن في الفئة السعرية دي هتاخد منه تجربة للشبكة كويسة جدا. وسائل الحماية في الجهاز هي الاندر سكرين فينجر برينت او بصمة الشاشة. بصمة الشاشة هنا بتقدر تختار لها اكتر من انيميشن، عشان لو عندك اكتر من انيميشن تختار منهم، وسرعة البصمة سرعة صاروخية شغالة كويس. شركة بي بي كي ما عندهاش مشكلة خالص في البصمة، سواء في اوبو، فيفو، وان بلس، فأي شركة بصماتهم سريعة جدا، ولكن فيفو من البصمات السريعة اللي انت ممكن تجربها من اجهزة المجموعة دي. هتاخد اداء بصمة كويس قوي، ما بيتلخبطش في صباعك، ما بيغلطش في ان هو يتعرف على ايدك، ما بيعملش لاج خالص، ما فيش تأخير في فتح البصمة، اداء البصمة كويس جدا. وبرضه الفيس انلوك هيشتغل معاك كويس حتى في الاضاءة الضعيفة، وهيتعرف على وشك كويس، ومن اول مرة بس هتسجله مظبوط، هتاخد تجربة حماية كويسة وما فيهاش اي مشكلة. بالنسبة لبطارية الجهاز هي 4500 ملي امبير، والشحن هنا في الجهاز شحن سريع 33 واط مع فيفو فلاش تشارجر 2.0 او الفيرجن الثاني من فيفو فلاش تشارجر اللي هو مقارب للداش تشارجر بتاع الوان بلس، وهتاخد برضو نفس التجربة اللي بتاخدها في السوبر فوك بتاع اوبو.
خليني اقول لك الجهاز هيشحن معاك في ساعه ال 10 دقائق، هتاخده فول تشارج، يعني هتاخد جهاز بيتشحن بطاريه 4500 في ساعه ال 10 دقائق، وهيديك اداء حوالي 7 ساعات. فهنا طبعا اداء البطاريه او جزئيه الطاقه في الجهاز مفيش فيها اي مشكله، انت تقدر تقعد تشتغل على الجهاز سكرين اون 7 ساعات، وفي خلال نص ساعه ممكن تشحنه 54% او تشحنه شحنه كامله في 50 دقيقه وترجع تستخدمه 7 ساعات تاني سكرين اون، وممكن يقعد معاك اليوم كامل لو بتستخدم استخدام متقطع. رايي في الجهاز ان هو بسعر 6200 جنيه اللي هو تقريبا بنتكلم في 400 دولار. 6200 جنيه انا شايفه غالي حاجه بسيطه، علشان بس فيفو لسه ما انتشرتش في السوق المصري، لكن الطبيعي بتاع الجهاز ده يعني لو كان ب5800 مثلا كان هيبقى واو، بس هي المشكلة ان فيفو اسعارها غالية. ولكن عايز اقول لك انك هتاخد خامات مميزة، والكلام ده على مسؤوليتي، انك هتاخد خامات مميزة فيما عدا الفريم هو اللي شكله مش عاجبني. لو بتسألني عن رأيي في الجهاز، ناس كتير لما بتبعت لي على الخاص برد بقول لو انت من هواة الارقام ابعد عن الجهاز ده، لو انت من الناس اللي بتاخد بالارقام ونفسيتك مش هتبقى مريحه كده انك بتستعمل جهاز 712 والكلام ده كله، ابعد عن الجهاز ده، انك مش هتكون مرتاح نفسيا. لو انت بتدور على جهاز عاوز كاميرا قويه وبطاريه قويه شكل كويس فيما عدا الفريم، الجهاز ده هيكون مناسب ليك وافضل من اجهزه كتير حتى لو جايه بمعالج اعلى منه. وده رأيي علشان انا بجرب فيفو تقريبا من 7 سنين، وعارف الشركة، واللي متابعني على القناة هيعرف ان انا من مستخدمي او من الناس اللي جربت اجهزة فيفو من زمان جدا. بشكركم يا رب ما كنتش طولت عليكم، وارجوك تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار تقدر تسيبولي في الكومنتات هنا او في الفيسبوك او في الانستجرام اللي هتلاقي اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف، وما تنسوش تقولولي رأيكم في السيت اب الجديد وفي شكل التصوير الجديد، واشوفكم فيديوهات جاية، وكان معاكم محمد النواوي.